جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح، إذا خطبت وهي في العدة كيف يكون تصرفها؟ لا يجوز التصريح بخطبة المعتد، بقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. التصريح بخطبة المعتدة محرم، وأما التعريض فهو جائز، كأن يقول: أنا أريد زوجة، لعل الله ييسر لي زوجة صالحة، أو أنا راغب فيك، أو إني فيك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، أو ما أشبه ذلك من التعريضات. التعريض جائز، وأما التصريح فلا يجوز، لأن الله نهى عنه في حال العدة. نعم.